بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين الذي ولد في بيام 2011. إذن بيام 2011 قال: أكتب المجموع A على الشكل A في جذر 5، حيث A هو عدد طبيعي، حيث A هو. وتمرين بسيط. إذن كتابة المجموع A حيث ماذا؟ A يساوي جذر 125 زائد جذر 45 ناقص جذر 20، هكذا. ننتبه فقط، يعني يبقى لنا دائما الجذر 5 هو العامل المشترك. بكل بساطة ننتبه، نأتي إلى العدد 45، 125 عفوا، نبدأ بالعدد 125، 125 هكذا. ما هو 125؟ هو 25 في ماذا؟ في 5. وتعلمون أن 25 هو جذره هو ماذا؟ هو 5. إذن هذا يخرج بماذا؟ يخرج بخمسة. إذن تخرج هكذا، 5 في جذر 5. لماذا؟ لأن 25 يخرج بخمسة. هذا فيما يخص 125 تحت الجذر. سنأتي إلى 45 هكذا. 45 لو ترونها هي ماذا؟ هي 9 في 5. 9 بماذا يخرج؟ هو 3، والباقي هنا يبقى هنا جذر 5 داخل الجذر. نأتي إلى 20 تحت الجذر. 20 ما هي؟ هي 4 في 5، لكن عندكم 4 بماذا يخرج؟ ب2، يبقى جذر 5. لاحظوا بكل بساطة، يعني أمر بسيط جدا، سأعوض كل عدد بما يساوي، يعني هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا هكذا فقط. يصبح لاحظوا A يساوي ماذا؟ عندكم 125 تحت الجذر، ها هي قيمتها، هي 5 في جذر 5 زائد 45، ها هي 45 كم تساوي جذرها؟ تساوي 3 في جذر 5 ناقص جذر 20، ها هو جذر 20. لاحظوا بكل بساطة، يصبح A يساوي عندنا هنا كما تلاحظون العامل المشترك هذا وهذا وهذا. ماذا يبقى لنا معنا؟ يبقى لنا 5، وهنا ماذا؟ زائد 3. لاحظوا هنا الزائد، لاحظوا هنا ناقص 2 في ماذا؟ ما هو العامل المشترك؟ قلنا هو جذر 5 يساوي هذا تعطي لكم 8 ناقص 2 تعطي لكم 6 جذر ماذا؟ جذر 5. هذا هو A فقط. السؤال الثاني، انتبهوا جيدا. السؤال الثاني قال: احسب حساب A في ماذا؟ في جذر 5 على ماذا؟ على 30. هنا يعني طريقة بسيطة جدا، إلا عليكم بالحذر، لا تستعملوا هذه قيمة الـ لأنها كبيرة جدا. نستعمل قيمة الـ التي وجدناها في الأخير، التي هي كما تلاحظون هذه التي نستعملها. وإلا لماذا قيل لنا قوموا بحسابها؟ إذن نقول هكذا،
آ في جذر 5 على 30 يساوي، ها هي قيمة الآ، سأعوضها هنا، ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم 6 في جذر 5 في ماذا؟ في، لاحظوا هذا هو الآ، في ماذا؟ في جذر 5 على 30. لاحظوا جيدا، وكما تعلمون أن هذا الكسر، هذا العدد مقامه واحد، فيصبح البسط في البسط والمقام في المقام، تساوي عندكم خاصية أن جذر 5 في جذر 5 أكيد ستعطي لكم 5، كل جذر في نفسه سيذهب الجذر مباشرة تعطيكم تلك العدد، هكذا لو كانت 2 في 2 جذر 2 تعطي لكم 2. إذن كم تعطي لكم؟ لاحظوا جذر 5 في جذر 5 قلنا كم؟ قلنا يعطينا 5، 1 في 30 30، ماذا تعطيكم النتيجة هنا؟ تعطي لكم 30 على ماذا؟ على 30. قوموا بالآلة الحاسبة ستعطيكم كم؟ تعطيكم 1، كل هذه النتيجة هي 1 فقط. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو، وشكرا.